ونستمع الان الى فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العظيم الفح، القارئ يونس من العالم الاسلامي والمقيم الجزائر رئيس مركز عبد الانجاب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس صدق الله العظيم. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب صدق الله العظيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس صدق الله العظيم. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا كتبت عليه
صدق الله العظيم. قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. أينما تكونوا يدرككم صدق الله العظيم. وإن تصبهم حسنة يقولوا صدق الله العظيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما وأرسلناك للناس رسولا ما أصابك من حسنة وما أصابك من
صدق الله العظيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله.